حنان في قصر افراح. نعم تخيل انك متزوج هذه الليله. هلا والله. هايكنج على السريع الان. سمعت شايفين؟ طبعا مرافقنا دفاع المدينه يعطيكم العافيه. شوف شوف احنا كلنا هنا مشينا كل الطريق. شوف هناك الباصات الثلاث. شوف السوسو هنا حركات. هلا والله. ايش تقول لنا السوسو طيب؟ حياك الله. هلا والله اخوي عبد الله بياخذنا جوله على المتحف. ها بسم الله بتصور لما ينقص الحد تبع المروه يطلع الشيخ بركه الله يقول الناس طبعا عابرين سبيل وطبعا الجوع وكان يمر من هنا بحيث نروح على الطائف على مكه لاداء الحج. متحف قريه مطير العيش. وين الحلقة الزوم وين يا بلال؟ البيت القديم زي ما قلت لك بأسلف نفس الاخشاب القديمه هذه سحبنا ووضعنا بعض الاخشاب. طبعا هذه من الاخشاب الموجوده فيه. طبعا هذه مكتبه مصغره. طبعا هذا تاريخ طبعا مؤسس الملك سعود الله يكرمه. هذا الملك عبد العزيز عفوا. وطبعا هذه صفر لغايه قبل 30 سنه هذه في الاعراب في المكسبات. هذه طبعا كانت قديمه ملابس يمكن 100 سنه. هذه خيطوها باليد. وين العملات؟ هنا زيارة الملك عبد الله للمتحف. أبو يحيى التقينا في نفس المكان ولا كيف؟ رجل البرية ماذا تفعل هنا؟ فارس ايش جوك؟ في واحد خويه جينا جوا. هذا خويه. خويه قد ايه؟ طيب ولا تزعل. والله صراحه متحف جميل ومرتب واهم شيء مكيفه كمان. هذه التراث ها؟ هذه المجمعات صح؟ ايه الدنيا القديمة. ايوه حيتربن ولا كيف؟ والله مو زي كذا. هلا والله اخوي صالح يعطيك العافية والله ما قصرت. شرفتنا. شايفين هالصورة الجميلة هو اللي صورها. والله شرفتنا. يعطيك العافية ما قصرت معانا. شكرا لك. يعطيك العافية. المناظر يا اهلا وسهلا قابلنا الاخ خالد. اهلا حياك. بالصدفه طلع من ينبع يعني عندنا هناك في العمل وزي كذا بس طلع ما شاء الله صاحب المتحف. الله يعطيك العافيه والله. اشكركم على حفاوه الاستقبال وكرم الضيافه والله ما قصرتوا. الله يحييكم. المحل محلكم على مدار الساعه ويا مرحبا بكم. يعني اي زائر يجي هنا يقدر يشوف متحف على مدار الساعه على وسائل التواصل الموجودة في الفولدر. يعطيكم العافية ونوزع لكم. أنا صورت. أيوه والله يحييكم. يا أهلا وسهلا معنا الدكتور فيحان العتيبي محافظ الحجرة. حياك الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا احنا نرحب بكم باسم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة حفظه الله فهو الراعي الرسمي والحقيقي ومهندس التنمية في هذه المنطقة. ثم نرحب بكم أنتم جميع الفرق التي شاركت في هذا الهايكنج ونتمنى لكم إن شاء الله إقامة طيبة ونقول للمشاهدين بالتحديد أنه أنتم عندكم قدرات كبيرة ونسمع عنكم ولذلك حرصنا كل الحرص على أن تكونوا من ضمن هذه الفرق ومن ضمن هذه الفعالية التي تقام في محافظة الحجرة. ونتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التوفيق. أيضا لا أخفي أني سررت جدا عندما شاهدت من ضمن الفريق الهايكنج اللواء اللي هو مثل في سعادة اللواء عبد الكريم السعدون اللواء طيار وكذلك الدكتور صالح الأنصاري المستشار معالي وزير الصحة وكذلك الرحالة عبد الرحمن الجريسي. هؤلاء
معروفين في هذا الجانب الإعلام في هذا الجانب وقامات كبيرة. الحقيقة مثل هذه البرامج تتم في إطار الحمد لله إطار في بيئات جاذبة في هذا البلد المعطاء بقيادة المولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كذلك بجهود و سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فنحن في نعمة يا طويل العمر، يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التلاحم. ونحن كلنا قبيلة الوطن، جميل، نحن نمثل قبيلة الوطن والوطن قبيلة واحدة. هذا هو الروح العالية، شهادة التفاعل الكبير والروح العالية لدى الفرق ولدى حتى، ولذلك من هذا المنبر أشكر إخواننا القائمين أستاذ عبد العزيز الخزمري، لجنة التنمية مبارك، الأستاذ مبارك الحضرية زهراني، كذلك جميع الجهات التي شاركت والتي دعمت والتي حقيقة، وعلى وكذلك رئيس الجهود الأستاذ حسين العيش أيضا هو راعى هذه الاحتفالية الليلة كراعي، ونحن نرحب بجميع الرعاة حقيقة ونسهل لهم جميع بجميع الإمكانات وندعوهم لكي يكون هناك ثراء سياحي ثراء ترفيهي. بالفعل ونرجو الله التوفيق. شكرا لكم، وبالفعل وجدنا تلاحم جميع الجهات الحكومية وهذا شيء جميل، ويعطيكم العافية. الله يطولكم. شكرا. هلا والله مشاهد جدة، منورين المكان. الو كيف الحال؟ حياك. طيبين؟ ايش حاب تقول لاصحابك اللي ما جوا اليوم؟ والله ان شاء الله قريب نجتمع بهم باذن الله تعالى، فاتهم كثير. اي والله من جد فاتهم الكثير، يعطيكم العافيه. اجمل الفعاليات اللي شاركنا فيها فعاليه هايكنج الحجر الاول، هذا مره صراحه شغل غير مره كل الهايكنج. ابدا احنا مشات الناس بالنسبه لزيارتنا لحمره الحجر، وكانت يعني أروع الزيارات. لقينا وجدنا المنظمين على مستوى عالي من التنظيم. سعد سحاب، فريق مشاة الخميس. أول شيء أحب أشكر صراحة مشاة الفجرة على استقبالهم وحسن الضيافة، وأحب أشكر صراحة مشاة ينبع اللي صراحة أعطونا جو جميل ومبدع ورائع، في سواء في التنقلات وسواء في المشاركة. الحقيقة الكل يشكر. طيب الآن وقت العشاء، بالعافية عليهم. الله بكرة هايكنج، الله يعينهم. بعد عرش الدسم الآن حرق الدهون، ها احرق احرق احرقوا. ايوه. طيب الحمد لله، الآن ما ادري وين بنتجه، فما قصر الله يعطيهم العافية. شايفين المشاة هناك، شوفوا شايفين هنا، هذه كل المشاة نازلين مشي. هلا والله، شوف وجهك كيف تلمع، بسم الله احس فيه رطوبة هنا. اسمك الكريم مشعل، حياك. كيف حالك؟ الله يحييك. هلا والله، ايش اسمك؟ الحمد لله على سلامتنا، وصلنا بالسلامة. ابو يحيى، وش العلوم؟ ندور النوم. ندور النوم، ها ابو عماد؟ ايوه. خلاص الشحن صفر، ها. 100 100. هلا والله، حياك الله. الله يسلمك. اول شيء حاب اقول لك الله يعطيك العافيه، ما قصرت معانا، كانت جوله مره ممتعه. طبعا هذا الجندي الخفي ما كان ظاهر طول الوقت، عرفنا عليك. طيب اخوك عبد العزيز بن علي الخزمري، قائد ابطال مشاة الحجر، وجميع اللي معايا ابطال حقيقي. الله يسلمك، بيض الله وجوههم. طيب عقبال ما تجون ينبع عندنا ان شاء الله باذن الله. الله يحييكم. انا جيت ينبع ومشيت في حديقة سعود بن عبد المحسن، ومشيت في البلد. خلاص مرة ثانية. نعم، تعال عشان نصور معك فلوق، مرينا مهرجان الزور. يعطيكم العافية. طيب زي ما تشايفين ماسكين سرة كأننا في زفة. حبي لكم يا أهل الحجرة طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا. الكاب طارت، قلت بصور لكم، قال لك ايه اكشن، مصور محترم. يا لقيناه الحمد لله. انت احسد؟ انت احسد ولا لا؟ انت احسد ولا لا؟ الله على سلامة الكاب. والله بسبة الكاب الان احنا ضيعنا الجماعة والموكب، ما ادري كيف حندور الطريق. الحمد لله حصلنا الطريق. زي ما انتم شايفين كل السيارات اتجمعت هنا،
جينا قصر افراح. حبيبي جينا قصر افراح ليش طيب دحين؟ احنا تون متعشين طيب. قصر افراح عشان النوم. ها؟ حنام في قصر افراح؟ ليه لا؟ متأكد؟ يا رجل مجموعة كبيرة 100 شخص 200 شخص كم ايش محطم؟ كل واحد معاه طال عمرك الا فراش حقه والنوم. وما قصرتوا بعد الله وجهكم حبيبي. الله يسعدك حبيبي على روسنا يا سلام. وين المعازيم؟ وين المعازيم؟ راحوا راجعين؟ ابو يوسف حبيبي دحين احنا في قصر افراح بس انا شايف فراش وحركات ايش بنسوي هنا؟ عشان نبغى ننام يا عمري. ننام في قصر افراح؟ ننام في قصر افراح يا رجل. ايش؟ البرية. نعم نعم تخيل انك متزوج هذه الليلة. اسماء زي ما شفتوا حنام هنا باذن الله وكذا تنتهي الفلوق. صراحة كانت فلوق جميل جميل جدا بمعنى الكلمة. الله يعطيهم العافية واحد واحد من أصغرهم إلى أكبرهم من أكبرهم إلى أصغرهم. فشكرا لهم. لكن المغامرة الحقيقية حتكون بكرة بإذن الله. وأقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكن مبتسما دائما في أمان الله. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.